بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا يا رب العالمين. تسلم ايد الصنايعيه والرجاله اللي شغاله حاجه بسم الله ما شاء الله ممتازه جدا، حاجه تشرف. دوره النوم انا بقى اللي احنا شغالين عليها من سنه 2019، النهارده بكلمكم 23/9/2021. ان شاء الله مستمرين من نجاح لنجاح تاني اكتر. الشغل ده حضراتكم زي ما انتم شايفين السحابات ناعمه، كونتر 15 حاجه ما شاء الله محترمه، قبل فاس روسي، الغرفه ما شاء الله ممتازه جدا، الظهر كله قبل فاس، التحميل كله حاجه فوق ممتازه، التسكيك هنا تسكيك فيزان، جبش متقيله جدا تسكيك زان، الشاطيه دي انا مكن سي ان سي مقطعها لنا ومحطوطه على الكبس اهو، شغله ما شاء الله ممتاز. الاساطيل ملزوقه من ورا أروى ومصنع عشان بإذن الله تشوفوا منظرها في التشطيبات. اتفرج بقى على الدولاب بتاع الدولاب، حكاية الدولاب زي ما انتم شايفين ضغطين 2/8، هنا بنت بيزنس فورمية زي ما انتم شايفين الشغل التقسيمة هنا مكتبة، وهنا في درجين الشغل ما شاء الله ممتاز. هنا الدرج الدولاب بتتحرك معاك سلسة جدا زي ما انتم شايفين، سامعين الصوت نوعية كبيرة جدا لأن الدولاب ده درجي. هنا شماعة وغرف المكتبة، ده علب المحركة ممكن هنا وتحط التانية لو بالها في النص عادي، بس هو الأفضل يبقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفين الشغل ده حاجة ما شاء الله ممتازة. القشرة جوه تقيلة ومكملة، هنا مواشيط كلها زان، التسليك اللي هو التسليك البلدي بتاع زمان. القواطيع حاجة ما شاء الله زي ما انتم شايفين الشغل، القواطيع بتاعته عاملة ازاي، نظيفة جدا، ربنا يبارك في أصحاب الأوضة يا رب. نتفرج على التسريحة بتاعتها بقى، تسريحة ممتازة، هنا رفوف سحرية بالمنظر قدام حضراتكم ده، هنا في المنظر ده كده حاجه ما شاء الله ممتازه جدا، الاضراب كلها ما شاء الله الله اكبر، المنظر ما شاء الله ممتاز، السفن كله من تحت زان، الوشاش كبس، وشاش الشغل كله كبس، هنا يركب برايه وهنا برايه. نتفرج بقى على بقيتها العسكري، العسكري بسم الله ما شاء الله وحده ادراج اهي بالكامل كلها ما شاء الله متحركه معانا اهي، حط في اي حاجه في الاوضه. عايز تسال على رقم 010-2005-2407 شركه تمام التشطيبات والديكور، شكرا. اوضه غرفه الاستاذ عبد الله، ربنا يبارك له ويسعده.